لإمكانية إن هو يواصل صعوده فوق مستوى 7500 نقطة الأسبوع المقبل إيه؟ هو النهارده يعني احنا داخلين على مستوى 7500 نقطة، عندنا مستوى 7500 نقطة 7700 نقطة. مستويات دي مهمة. أنا في وجهة نظري إن لازم السوق يبدأ يلتقط الأنفاس، بمعنى إن الرالي اللي هو عمله رالي كبير جدا، مستويات كتيرة جدا تجاوزها بفضل طبعا الأخبار الايجابيه اللي بتحصل. علشان كده اعتقد في وجهه نظري ان هيبقى فيه عمليه اتجاه عرضي الى حد ما، لحد ما السوق يبدا يعمل كونسوليديشن او عمليه تجميع في المنطقه اللي هو فيها، بعد كده يبدا ينطلق مره اخرى اول ما يفتح الترشيح للرئاسه. اول ما يتفتح باب الترشيح للرئاسه هنلاقي فيه انطلاقه ثانيه وماراثون ثاني ممكن تاخدنا لحد مستوى ال 8000 نقطه، وهكذا نبدا ننتقل من مستوى لمستوى. ما ينفعش دلوقتي الخبر الجيد ان فتحوا باب الترشيح للرئاسه خلاص ده اثره بان وصلنا لقرب مستوى 7500 نقطه، لازم السوق يبدا يعمل قاعده في المنطقه اللي هو فيها وبعدين ياخد المستويات دي بعد فتح باب الرئاسه ويبقى في مرشح واثنين وثلاثه يبدا يطلع السوق ثاني لمستوى ثاني. نعم. طيب اليوم كان هناك تحسن ايضا، استمر التحسن في احجام التداول، برايك اسباب هذا التحسن وتاثيره لاي مدى سيستمر؟ كان من ابرز الامور النهارده اللي شفناها ان حجم التداولات وصلت تقريبا مليار و30 40 مليون فوق المليار، فده كان يعني مؤشر ايجابي جدا بالنسبه لنا كمتعاملين ان يبقى في حجم تداول بالشكل ده والسوق يطلع، معناها ان المشتري اقوى من البيع وقدر ان هو ياخد البيع ويطلع ويستوعب حجم الشغل ده كله ويطلع بالمؤشر. فده بالنسبه لنا يعني علامه ايجابيه ان السوق مستوعب عمليات البيع كلها وقادر ان هو يطلع بيه. النهارده كان يعني من ابرز الحاجات يعني تنفيذ صفقة أسهم الخزينة بتاعت المجموعة المالية هيرمس، هي اتنفذت بعد الجلسة بس اتنفذت بنسبة على غير المتوقعة تماما في السوق. يعني كان السوق بيتكلم ان نسبة التنفيذ هتبقى فيها 6%، النهاردة بعد الجلسة شفنا نسبة تنفيذ 57.5%. نعم. ودي نسبة ممتازة يعني. النهاردة كان في خبر ان ادارة البورصة بتدرس انشاء بورصة للعقود خلال 3 سنوات بالتعاون مع بورصات عالمية. كان في تصريح لدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بيقول ان هناك شركة قابضة ستقوم بدور ذراع لتدشين بورصة العقود. تحليل حضرتك ايه لهذا الخبر؟ طبعا هو بورصة العقود بالنسبة لنا احنا، انت لو تلاحظ حضرتك الخبر ان هو في خلال 3 سنوات. حاليا احنا بورصة ناشئة. بورصة العقود دي ده تولز او آلية متطورة جدا، بتستخدم في نيويورك، في بورصة لندن، في ألمانيا، في البلاد المتطورة، لأن هي بيبقى فيها آليات برضو أكثر تعقيدا. حاليا لحد احنا ما بنتكلم احنا دولة خارجة من ثورة بقالها 3 سنين، فما ينفعش ان انا ادخل آليات سريعة كده ممكن تأثر على الاقتصاد سلبا. على مدار 3 سنين ممكن المشروع يبقى كويس، انما حاليا في اللحظه اللي احنا فيها دي طبعا هيبقى صعب تنفيذه يعني. طيب كان هناك خبر اخر ايضا متعلق بان اداره البورصه اعتمدت النسخه الاوليه من القواعد العضويه المحدده لنظام عمل شركات الوساطه في الاوراق الماليه، وانه سيتم عرض قواعد العضويه لحوار مجتمعي. يعني هذه القواعد برايك الى اي مدى ستساهم في تسهيل الاجراءات على المتعاملين مع البورصه المصريه؟ هو الحقيقة سوق المال بقاله النهاردة في الشهرين الأخرانيين دول بدأ يبقى فيه حاجة إيجابية جدا جدا، إن القائمين على وضع أو سن القوانين هم أهل المهنة نفسها. يعني كانت لسه الهيئة العامة للرقابة المالية بتعمل قانون لصناديق الاستثمار، جابوا الـ 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 الـ
الاكسبرتس او الحرفيين او الناس المحترفين في المهنه وخلوهم يحطوا القوانين، وبدات الهيئه ان هي تراجع، لان هم دول اكتر ناس على درايه بالمشاكل اللي بيقابلوا. برضو اداره البورصه كانت في اجتماع، والاجتماع بتاعها ده كان بيضم برضو الخبرات اللي موجوده في سوق المال كلها، وبداوا ان هم يحطوا، فدي حاجه ايجابيه جدا بدات تحصل في سوق المال عكس ما كان في السابق يعني. اليوم كان سهم المنصورة للدواجن هو الأسهم الأكثر ارتفاعا، وارتفع سعره بأكثر من 9%. بماذا تفسر أو تقيم نشاط هذا السهم اليوم؟ هو قطاع الدواجن بقاله فترة متصدر الطلوع في السوق أو حجم الطلوع في السوق. كان المنصورة الدواجن كانت القاهرة للدواجن، قطاع الدواجن كله، نظرا لان في اخبار بيتم تداولها في الاروقة ان هيحصل عملية صفقة بيع باسعار اكتر من اللي موجودة، هيحصل توزيع اسهم مجانية، هيحصل توزيع كوبون. فالاخبار بتاع القطاع كله مؤثرة، اخبار بتاع القاهرة للدواجن مؤثرة على القطاع كله ايجابا يعني. بالنسبة لأداء الأسهم القيادية النهاردة، في مقدمتها يمكن البنك التجاري الدولي وهيرمس وبالم هيلز وسهم القلعة أيضا، وكان في النهاردة شراء أول مرحلة من أسهم الخزينة لسهم المجموعة المالية هيرمس. يعني تحليلك لأداء الأسهم القيادية وأيضا موضوع شراء أسهم الخزينة لهيرمس. طبعا بالنسبة للأسهم القيادية كان أداء النهاردة ممتاز، قدرت ان هي تتجاوز مستويات مهمة جدا بالنسبة لها. شفنا السي اي بي تجاوز مستوى 33.5، عامل اقفال 33.60 او 33.69. بالنسبة وحجم التنفيذ بتاعه فوق المليون سهم، فده يعني مستوى مهم جدا بالنسبة للسي اي بي، كان بقاله فترة بيحاول فيه الفترة اللي فاتت وينزل منه، فكون ان هو تجاوز مستوى 33.5 دي حاجة ايجابية جدا. طبعا سهم المجموعة المالية هيرمس النهاردة كان المفاجأة بتاع الجلسة، حصل عملية ارتباك كبيرة جدا للسوق كله، لان السهم كان اول امبارح بيتداول ب 10.80 قرش و 10.90 قرش، مع العلم ان وجود في صفقة ب 11.5، بس كان التخوف ان الفري فلوت او نسبة الاسهم الحرة التداول الحر مع المساهمين كانت حوالي فوق من 400 مليون سهم، فكان النسبة اللي مطلوبة تقريبا 6.5%. فكان السوق متوقع ان الناس كلها تبدأ تعرض في العرض وهيبقى في نسبة تخصيص 6.5%. فوجئنا النهاردة مع هو الباب اتفتح النهاردة لتسجيل العروض، ان العروض بدأت تتلاشى لحد ما وصلت تقريبا 45 مليون سهم قبل نهاية الجلسة، ومع نهاية الجلسة وصلوا 64 مليون سهم، كانت نسبة التخصيص 57.5%. فده كان المفاجأة بالنسبة للسهم، والسهم النهاردة كان بيشتغل قرب السعر بتاع الاسهم الخزينه، كان 11.30 قرش 11.35 قرش، فده كان المفاجاه. فده كمان ادى عمق للسوق ان لا الناس مش عايزه او المساهمين مش عايزين يبيعوا الاسهم بتاعتهم، محتفظين بيها، عندهم ثقه في الفتره اللي جايه، الانتقال من مرحله الفوضى لمرحله الدوله جاي، فده اداهم عمق يعني، ادانا احنا كمديرين استثمار عمق في الرؤيه بتاعتنا يعني. طيب ما يتعلق بخبر اليوم ان مجلس الوزراء وافق على مقترح بتعديل قانون خاص باداره البورصه، بما يسمح بضم عضوين من ذوي الخبره المستقلين الى مجلس اداره البورصه لاحداث تمثيل متوازن. هذا الخبر تاثيره ايه على شكل اداره البورصه، وما معنى تمثيل متوازن؟ هو ده اللي انا كنت بقول لحضرتك قبل الفقره اللي فاتت، ان انا بقول لحضرتك ان بدا يبقى فيه النهارده ان اهل المهنه نفسهم بداوا ان هم يديروا امورهم في او يبقوا موجودين في التشريع وفي الاداره. لان هو اكتر واحد بيبقى زي ما بيقولوا اهل مكه ادرى بشعبها، اكتر واحد بيبقى عنده درايه بالمشاكل وكيفيه حلها هو اهل
المال. فطبعا ده يعني خبر جيد الحقيقه، وبيعمل عمليه توازن ما بين التعيين وما بين الانتخاب وما بين اهل الخبره. طيب اخيرا توقعاتك الى اداء البورصه خلال الاسبوع المقبل؟ ولازم اقول لحضرتك احنا عندنا مستوى عرضي هنمشي فيه ما بين ال 7500 نقطة ل 7700 نقطة لحد ما السوق يبدا يلتقط انفاسه في المنطقة دي، بس الطلعة ان شاء الله هتبقى مع فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، هيبقى في طلعة كويسة، هنتجاوز مستوى ال 8000 نقطة. نعم. ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ كريم عبد العزيز خبير اسواق المال على هذه الرؤية التحليلية، شكرا جزيلا. واشكركم ايضا المشاهدين على حسن المتابعه، تلتقون الاسبوع المقبل بحلقه جديده من مؤشر النيل مع استئناف عمل البورصه يوم الاحد المقبل. الى اللقاء.